تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد سر خطير للغاية، نظام البايلوك الذي أسقط انقلاب تركيا. قابلت عدد من المحللين السياسيين الذين زاروا تركيا مؤخرا وكانوا موجودين في تركيا في أعقاب الانقلاب، وعندهم تحليل فيه جانب مثير للغاية، وربما بيكون من المرات القليلة التي يتم الإشارة في الإعلام إلى مثل هذا التحليل. قالوا لي هؤلاء المحللين والخبراء السياسيين الذين زاروا تركيا أكثر من مرة ومطلعين على الشأن التركي، إن الانقلاب اللي كان في تركيا ضد أردوغان وفشل كان مخطط في أمريكا، وفي قناعة عند أردوغان والإدارة التركية إن الانقلاب أمريكي بدعم كامل من أوباما، وأردوغان مش مستعد يسمع أي جملة تانية، هو مصر تماما وإدارته مصرة تماما إن هذا الانقلاب انقلاب أمريكي، وده اللي خلاه يتجه إلى روسيا لأنه لم يعد بيأمن أمريكا بعد أن تأكد أن أوباما وراء هذا الانقلاب. نمرة اتنين، الانقلاب ده بيقود فكريا وروحيا طبقا لاعتقاد أردوغان والحكومة التركية فتح الله جولان اللي موجود في أمريكا. إنما السر التكنولوجي والاستخبارات الخطير في هذا السياق إنه المخابرات الأمريكية CIA استخدمت مع الإنقلابيين ده طبقا لهؤلاء المحللين، استخدمت معهم نظام خاص أو تطبيق خاص أو اتصالات سرية خاصة اسمه نظام البايلوك، زي كده الواتساب اللي موجود على الموبايل تطبيق خاص، فده كمان تطبيق خاص مش موجود عند أي حد. والطريقة ديت نظام البايلوك ده بيشترك عليه الناس اللي هي مشاركة في الانقلاب فقط، وده موجود على سيرفر في أمريكا، وبالتالي يستحيل المخابرات التركية تصل إلى هذا النظام السري للاتصالات اللي هو بدعم من CIA. هذا النظام السري للاتصالات اللي هو موجود على سيرفر في أمريكا كان بيحصل تمويه ليه عشان ما تعرفش تراقب ده نهائيا، كان بيمر عبر محطة وسيطة في تيرانا عاصمة دولة ألبانيا، مركز دراسات سياسية هناك تابع لفتح الله جولان، والمركز ده كان المرحلة البسيطة للتمويه. وبعد كده بقى تيجي الاتصالات، هي مش اتصالات، تيجي الرسائل اللي مكتوبة إلى تركيا. يبقى إذن رأي هؤلاء الخبراء إن تركيا الرسمية بترى أو متأكدة إن الانقلاب أمريكي، إن CIA ساعدت في هذا الانقلاب في عهد أوباما، وإن هذا الانقلاب كان مخطط من أمريكا وله نظام اتصالات سري خاص هو البايلوك، وإن هذا النظام كان بيمر بتيرانا عاصمة ألبانيا عشان يستحيل إنك تعرف مين بيبعت لمين رسالة. لما الانقلاب فشل في بداياته وألقوا القبض على عدد من الانقلابيين، وبعدين تحت بقى الضغط والشدة في التعامل اعترف بعضهم انه هذا النظام موجود، ولقوا فعلا على الموبايلات بتاعتهم النظام الاتصالات الخاص اللي هو البايلوك. فالمخابرات التركية ما كانتش تعرف اصلا هذا النظام، فعرفوا من الذين تم اعتقالهم في بدايات الانقلاب الفاشل، وبناء عليه راحت المخابرات التركية إلى تيرانا بالتفاهم مع الحكومة الألبانية أو بغير التفاهم وسيطروا على هذا النظام. هي السيطرة إيه؟ إنهم قدروا يعرفوا كل الناس اللي استخدموا هذا النظام، يعني هذا النظام التطبيق ده أو النظام الاتصالات الخاص ده كل اللي بعت رسالة أو استقبل رسالة على موبايله من هذا النظام يبقى هو جزء من الانقلاب. فالنظام البايلوك راقبوا كل الناس اللي هم بعتوا اي مسج او استقبلوا اي مسج على هذا النظام البايلوك يبقى دول الانقلابيين. اردوغان قبل الانقلاب كان مجهز نفسه ضد ناس، ضد قضاة وصحفيين واعلاميين وشرطة وجيش اللي هي مجموعة فتح الله جولان اللي موجودة في كل الدولة التركية، انما كان كل اللي عنده قوائم بالاف قليلة وربما اقل من الاف. إنما النظام بقى البايلوك بعد اكتشافه
لقوا 70,000 شخص استخدموا هذا النظام، يبعتوا منه رسائل، يستقبلوا منه رسائل. فتم إلقاء القبض على 70,000 اللي استخدموا هذا النظام. الخبراء دول بيفسروا لي السرعة اللي بيها أردوغان قدر يلقي القبض على كل هؤلاء من الجيش والشرطة ومؤسسات الإعلام والقضاء والاقتصاد والاستثمار وعائلات، كل ده إزاي قدر يوصل ل70,000 ويتهمهم بسرعة بأن هم شاركوا في الانقلاب. هو ده السر، إن كل دول استخدموا نظام اتصالات سري خاص طبق أو بدأ في أمريكا بسيرفر خاص أمريكاني، وقدروا في النهاية بعد التحقيقات يتوصلوا إلى هذا النظام ويصلوا إلى 70,000 الذين استخدموا هذا النظام. وده خلى أردوغان في وقت قليل يقدر ينهي خصومه بالانقلاب الفاشل. فالانقلاب ده كان هدية ليه، لأن عرف 70,000 اللي ما كانش ممكن يقدر يوصل لهم بدون كشف نظام البايلوك. والأمر الثاني إن دلوقتي فتح الله جولان أصبح متهم حقيقي بقوة، وإنه الأمريكان أوباما كان متهم في هذا الموضوع. يمكن ده اللي يفسر ليه رئيس السي آي إيه أول زيارة بعد تولي منصبه خارج أمريكا إلى تركيا. رئيس السي آي إيه الجديد أول زيارة ليه على الإطلاق رئيس السي آي إيه في عهد الرئيس ترامب، اللي الرئيس ترامب عينه رئيس المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو. مايك بومبيو أول زيارة هيقوم بيها على الإطلاق إلى تركيا. ليه تركيا؟ البعض بيقول لأن تركيا متأكدة إن سي آي إيه مع أوباما كانوا جزء من الانقلاب. هو رايح يصح العلاقة مع سي آي إيه، بيصح العلاقة مع الرئيس الأمريكي الجديد، لأن خلاص أوباما انتهى وخرج من التاريخ، ودلوقتي في رئيس اسمه ترامب مستعد يعمل حاجات تانية غير اللي عملها أوباما، وإن هو يتفاهم مع الرئيس أردوغان. يبقى إذن تركيا لم تدرك، دي قصة مهمة جدا جدا وتضع التفاصيل الفنية، هل نظام البايلوك بالظبط زي ما سمعت من هؤلاء الخبراء، هل بيختلف شوية، هل في مبالغة في الأمر، هل هو فنيا على هذا النحو؟ طالما حاجة تخص المخابرات يبقى ثق إن مفيش يقين في الموضوع ولا معلومة نهائية، إنما على الأقل ده اللي سمعته من شخصيات مطلعة على الوضع في تركيا. الأهم هنا هو الدرس السياسي والاستراتيجي في كل هذه القصة، إن أردوغان بعد الربيع العربي من ثورة يناير والثورات الموازية اعتقد نفسه هيبقى السلطان اللي على المنطقة، ودعم جماعات متطرفة كتير، وتصور إنه هيهد الدول العربية لمصلحة تركيا العظمى. هو ما أدركش إن تركيا كمان مستهدفة، وإنها ولا عظمى ولا حاجة، وإن الدور عليها بعد ما يكون الدور على مصر. وآدي أوباما اللي كان راعي لمشروع الجماعات المتشددة إنها تحكم العالم العربي والإسلامي، أوباما اللي تحالف مع أردوغان لدعم التطرف في العالم العربي، هو اللي حاول ينقلب على أردوغان ويسقط نظامه. لا أمان للقوى العظمى، واللي متغطي بأمريكا مش متغطي، واللي متصور زي أردوغان إن ممكن يبقى حليف لأوباما فيخش في مشكلة كبيرة مع الشعب المصري ويدعم التطرف والتشدد ويقف بعد كده ضد إرادة الشعب من أجل تصحيح المسار وثورة 30 يونيو، هو لم يدرك أن نهاية المطاف مش إسقاط مصر، وإنما إسقاط تركيا هي جزء من السيناريو واللعبة. أردوغان صدم صدمة كبرى لما تأكد أن أوباما اللي رعى مشروع التطرف واللي جزء منه أردوغان، هو نفسه كان بينقلب على أردوغان لإسقاط نظامه. في السياسة لا أمان، في السياسة لازم تكون يقظ أكتر من 24 ساعة في اليوم، لازم تبقى يقظ في كل ثانية أكتر مما تحتمل هذه الثانية، لازم تكون طول الوقت متأكد أن اللعب مع القوى العظمى ما فيهوش مبادئ ولا قيم ولا أخلاق، وإنما مصالح. زيارة رئيس سي آي إيه الأولى خارج أمريكا إلى تركيا يفسرها أن أوباما كان خصما وحاول إسقاط نظام أردوغان بعد أن تحالف معه في مشروع الإسلام السياسي المتطرف. اثنين، قصة 19 ثانية
بين أمريكا واليابان. الرئيس ترامب لما كان مرشح هاجم اليابان بشدة، وقال اليابان لازم تدفع، احنا لينا جيش موجود هناك، قواعد عسكرية موجودة في طوكيو وخارج طوكيو، مش هنخلي الجيش الأمريكي يبقى موجود هناك ويدفع الفلوس المواطن الأمريكي، يا إما اليابانيين يدفعوا وجودنا هناك يا إما هنسيبهم ونطلع بره اليابان. إنما اليابان اللي اتخضت جدا من هذا الكلام لقت موقف تاني بعد ما وصل ترامب إلى البيت الأبيض، لأنه ده كمان تصادف مع إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخ متوسط المدى لكن خطر على المنطقة، فترامب استقبل زعيم اليابان شينزو أبي واستقبلوا استقبال في منتهى الفخامة، استقبلوا في البيت الأبيض، بعد كده ركبوا الطيارة الرئاسية، راحوا لعبوا جولف في نادي ترامب للجولف، وبعدين راحوا عزبة ترامب اللي موجودة في فلوريدا، تغدوا في العزبة هناك، صور كتيرة جدا لهذا اللقاء الاجتماعي اللي كان فيه ود كبير جدا من الرئيس ترامب ومن الزعيم الياباني أبي. وهم بيسلموا على بعض استغرق السلام 19 ثانية، وده كان موضوع اهتمام الإعلام العالمي في الثلاث أربع أيام اللي فاتوا. الاهتمام بزيارة زعيم اليابان ثم بالمصافحة اللي كانت مؤخرا بين الزعيمين اللي خدت 19 ثانية، ده خلى الناس تقول إن السياسة هي سياسة، وإن ترامب اللي كان بيهاجم اليابان قال عليها حليفة عظيمة 100%، وترامب اللي كان بيقول لازم يدفعوا بدأ يفكر بشكل استراتيجي من أجل دعم اليابان. إنما هنا في درس تاريخي مهم. إيه هو الدرس؟ تخيل اليابان كل ضغطها على ترامب إيه؟ إن عايزين الجيش الأمريكي يبقى في اليابان. يعني تتخيل دول دخلوا الحرب العالمية الثانية كلها علشان ما يكونش في جندي أمريكي في اليابان. دلوقتي بيخوضوا معركة عشان بقاء الجيش الأمريكي في اليابان. حوالي 70,000 ضابط وجندي أمريكي في اليابان، جيش. 6 قواعد عسكرية أمريكية في طوكيو وحولها، قواعد عسكرية أخرى. فتخيل بقى الدولة الوطنية دلوقتي في العصر الحديث أو المعاصر بتضغط على دولة أجنبية علشان تبقي على قواعدها العسكرية الأجنبية وعلى قواتها الأجنبية من أجل حمايتها من قوى أخرى معادية إقليميا. العلاقات الدولية بتتغير، نظرية السيادة بتتحول، ولما يكون في عدو سابق لكن في عدو معاصر، إذا أمريكا عدو سابق ورمت قنابل نووية على اليابان لكن في عدو حالي هو كوريا الشمالية اللي ممكن تضرب اليابان بقنابل نووية، فهذه الحالة بتروح العدو القديم ضد العدو الجديد، آخر لخبطة وآخر تعقيد في العلاقات الدولية. وطبعا مذهل للغاية إن بلد زي اليابان بكل تاريخها الإمبراطوري والاستقلالي والعظمة اليابانية والقوة اليابانية دلوقتي يبقى كل هدفها مع ترامب بقاء الجيش الأمريكي على الأراضي اليابانية. ثلاثة، الكتابة بالضوء والطباعة بدون حبر، العلم ينقذ صناعة الورق. إحنا بنشوف تكنولوجيا وبنشوف تقدم علمي أسطوري، يعني مش خيال بعد الخيال. طبعا احنا بنستخدم ورق كتير جدا جدا، تقعد بقى تصور ورق وتطبع ورق، اطنان ورق. في النهايه الورق ده بلد زي مصر بتستورده بمليارات الدولارات، والحبر كمان بنستورده بارقام خرافيه، والضوء اللي بتنتج بتستهلك، في النهايه الورق ده قابل ان هو يخلص فتستورد من جديد. فالورق عبء، وانت محتاج ورق ومحتاج حبر. تخيل بقى العلماء وصلوا ان انت مش محتاج ورق ولا محتاج حبر، وان انت ممكن تكتب بالضوء، شيء خيالي. فريق علمي من علم الكيمياء في جامعة كاليفورنيا، الفريق العلمي ده طبقا لموقع دويتش فيلا الالماني توصل الى ما يلي، ان هو يطبع باستخدام الضوء، يعني الكتابة نفسها بالضوء مش بالحبر. تخيل ان انت الورق اللي هو زي كده، فتلاقي الكتابة دي الخط ده مكتوب بالضوء مش مكتوب بالحبر، فانت وفرت الحبر، مش هتستورد حبر ولا تنقل حبر ولا تدفع دولارات كتيرة جدا في الأحبار، إنما ده هيتكتب بالضوء وهتصور بالضوء وتطبع بالضوء، فالخط بقى بالضوء مش بقى بالحبر. هو انت هتقراه زي بتقرا هذا الخط تماما،
لكن مش هيكون من مادة الحبر وإنما من الضوء. الأمر الثاني إنك بقى في هذه الحالة هتمسح بعد ما تخلص بقى الورقة وقريت وشفت الموضوع وطبعت كل حاجة، عايز بقى تمسح بدل ما تقطع وترمي نفس الورقة، وفر بقى الورق ده كله بيتمسح تماما كأنه مش موجود، الضوء يتلغي، فالكتابة اتلغت وبقت الصفحة بيضة من جديد، تكتب بقى من جديد. كم مرة بقى يعني الصفحة دي أو الورقة دي لو عايز تكتب عليها بالطريقة دي للكتابة بالضوء أو تطبع بالضوء، كم مرة تقدر تشيل الكتابة وتكتب تاني وتشيل وتطبع تاني؟ كم مرة؟ أكتر من 80 مرة. شيء طبعا خيالي إن في صفحة أكتر من 80 مرة يتكتب عليها ويتمسح ويتكتب تاني ويتمسح، أو يطبع وبعدين تتمسح الطباعة وبعدين يطبع تاني يتمسح الطباعة، أكتر من 80 مرة. لكن في بعض الملاحظات، الكتابة دي من نفسها خلال 5 أيام بتختفي، يعني هي كتابة صالحة لخمس أيام، فأنت تلاقي الورق كله مطبوع لكن بعد 5 أيام تلاقي الورق نفسه أبيض. إنما أنت قبل ال5 أيام لو بعد 10 دقايق خلاص قريت الموضوع وعايز تطبع تاني مسالكش ورق تاني، بتعرض لدرجة حرارة مرتفعة 10 دقايق، بتلاقي كل الضوء ده راح، الورق بقت بيضة مرة تانية، تطبع من جديد. طبعا ده العلم، لكن يمنعش ان كل علم فيه نصابين ممكن يستغلوا هذا العلم. فتخيل بقى ده لما يوصل عندنا، يبقى فيه كتابة بالضوء وطباعة بالضوء، وبعدين الضوء ده يخلص بعد 5 أيام، او تقدر ان انت تمسح الكلام ده كله وتعمل ده 80 مرة. فتخيل بقى حد كاتب لك امبيالة وكاتب لك تعهد وكاتب لك اتفاق وكاتب لك عقد عمل وعقد ايجار وعقد تمليك، كل بقى حياتك دي، يبقى انت بتمضي على وهم، لان بعد 5 أيام كل الورقة دي بقت وهم. ممكن بقى يبقى توقيعك انت، لان الكتابة دي مثلا مطبوعة كلها بالضوء، حضرتك موقع هنا، بعد شوية انت موقع على بياض، لان كل ده خلاص مشي بتغير درجة الحرارة او مرور 5 أيام، في اليوم السادس مفيش كتابة، بقت ورقة بيضة. فيبقى انت كتبت حاجة تلاقي نفسك وقعت على حاجة تانية. ده اللي ممكن المجرمين يفكروا فيه، انما في فرق كبير جدا بين الناس بتفكر بهذه الطريقة وبين الناس بيفكروا زي يوفروا الحبر ويوفروا الورق، وان هم يخلوا في كتابة بالضوء وان هي تزال بالحرارة او تتلاشى تلقائيا، وان ده ممكن يحصل على الصفحة الواحدة اكتر من 80 مرة. العلم يبهرنا باستمرار. حول ترشيح هتلر لجائزة نوبل للسلام، تخيل ان أدولف هتلر المجرم التاريخي العالمي اترشح لجائزة نوبل للسلام، وده خلى في عدم احترام لجائزة نوبل للسلام، في جدل كتير جدا عليها. تخيل شيمون بريز مع نوبل للسلام، فتخيل ايضا ان هنري كيسنجر المجرم في فيتنام معاه نوبل للسلام، وتخيل ايضا انه أدولف هتلر وموسوليني وستالين كانوا مرشحين لجائزة نوبل للسلام. واحنا عارفين ان الرئيس اوباما لسه ما عملش حاجه، بيقول يا هادي في البيت الابيض اخذ جائزه نوبل للسلام، على ايه ما نعرفش، لسه بيقول يا هادي في البيت الابيض اخذ نوبل للسلام. انما فوت بقى اوباما وفوت حتى كيسنجر، تعالى بقى هتلر وموسوليني دول كانوا مرشحين وستالين لجائزه نوبل للسلام. 1935 قبل الحرب العالميه بشويه موسوليني رشح لجائزه نوبل للسلام. سنة 36 هتلر وضح خلاص انه عنصري وضد السلام، وهتلر بدأ يتكلم انه خلاص في الدار الأولمبية وقتها سنة 36 في الأولمبياد اللي كانت موجودة في برلين، اتكلم ان هم خلاص الجنس الأرقى والعرق الأعلى، وانه النظرية النازية أصبحت حقيقة في ألمانيا. تخيل بقى سنة 39 يعني بعد 3 سنين من النازية وقوة النازية والعنصرية النازية يتم ترشيح هتلر لجائزة نوبل للسلام. ستالين بعد حاجات كتيرة جدا عملها في الاتحاد السوفيتي واتهامات بقتل وإبادة أو على الأقل العنف المنسوب إليه بغض النظر عن مواقف أخرى تجاهه، إنما على الأقل لا يرشح لنوبل للسلام، إنما رشح مرتين لجائزة نوبل للسلام سنة 45 وسنة 48. الحقيقة طبعا شيء مذهل إن أي حد فينا يعرف إن في يوم من الأيام كان ستالين مرشح لنوبل السلام،
كان موسوليني زعيم ايطاليا الفاشي مرشح لنوبل السلام، وكان ادولف هتلر زعيم المانيا النازيه واشهر المجرمين على مر التاريخ مرشحا لجائزه نوبل للسلام. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر. وقف الخلق ينظرون